مرحبا. يسعد لي اوقاتكم جميعا مستمعينا، ان شاء الله دايما ايامكم تكون بألف خير. معكم غالية من وراء المايك وفادي قروشان حل إخراج بحيكم. شو بدنا نقول؟ شو بدنا نقول نسيان يعني؟ كل شي حكيت بقى هيك؟ يلا طبعا هلأ قبل ما قلكم الأخبار وقبل ما قلكم حظوظكم اليوم، في شي بدي أقوله كتير مهم، هو انتقال كوكب المريخ. المريخ بتعرفوا من الكواكب المهمة جدا، هو لاعب دائما مؤثر وبسرعة، تأثيراته مباشرة وسريعة مثل عطارد. يعني باقي الكواكب الثقيلة ممكن تكون تأثيراتها شوي بعيدة المدى، بينما المريخ مجرد يكون بموقع بيأثر على الكل بطريقة مباشرة، كل مين بحسب موقع المريخ منه وشو بيقله بهذا المكان. فنحن بدنا نحكي اليوم عن الحظوظ، وحنحكي عن تأثيرات المريخ. على فكرة المريخ دائما بيقعد بكل برج بيكون تقريبا شي شهر، شي 50 يوم، 52-53 يوم بيقعد بكل برج، يعني مدة مانا قليلة أبدا. وشو بيعمل؟ طبعا اتصالات مع باقي الكواكب رح نشوف. هلأ انتقل المريخ لبرج الثور، كان بالحمل طبعا بانتقاله للثور كتير في مواليد رح ترتاح عفوا من الناحية الصحية. أولا الجدي حيبلش يريح صحيا شوي، الميزان حيبلش يريح صحيا شوي، أيضا السرطان رح يبلش يريح شوي كمان من الناحية الصحية، والحمل يعني إلى حد ما. إضافة أنه الثور كمان الثور شوي كان تعبان صحيا بالمراحل السابقة. نبدأ مع أول المواليد، رح أقولهم بالتسلسل اليوم. رح أبدأ مع مولود الحمل. أول المواليد، يومك حلو مولود الحمل، يوم مناسب لتفتح أي موضوع مؤجل تناقش الناس اللي حواليك فيه. يوم في نتائج، حاول أنه تعتمد على الروح الرياضية. هلأ المريخ غادرك، صحيح هو هيك بده يخفف بقى، هلأ يهديك من ناحية العصبية، من ناحية التوتر، الردود السريعة، الانفعالات بتبلش بتريح. ولكن اللي بدك تنتبه له هلأ اعتبارا من الآن هو الأمور المالية، لأنه المريخ دائما بيعطي طاقة مضاعفة، وهي عم تشتغل يعني طاقة مال عم تتحرك عندك. فممكن يكون في أخطاء، ممكن يكون في مصاريف ما لها لازمة، ممكن تزداد النفقات، يصير شوية فوضى، يصير شوية أمور بعدين تحس إنك تسرعت فيها. بدك تنتبه على عمليات المالية، بيع شراء، يعني حاول كله يكون مدروس وما يكون وليد اللحظة. ننتقل لمولود الثور صباحه. هلأ مولود الثور أول شي اليوم ما كتير مريح صراحة، يعني اليوم هيك شوي مضغوط من الناحية العائلية، من الناحية الشخصية، بس يعني بس هذا اليوم، بكرة أمورك راح تكون أفضل. حاول تبقى علاقتك آمنة مع أفراد العائلة حتى لو كان في مسؤوليات ضاغطة، بس روق عليهم شوي، وخاصة اللي عنده أولاد كمان ينتبه لعلاقته مع الأولاد بهذا الوقت. طب هلأ مولود الثور وصل المريخ لعندك، طبعا أكيد المريخ بيخرجك من حالة كان فيها هيك طاقتك مانا بأكملة، مانا بقوتة وقت كان بالحمل، كان سحب لك الطاقة المريخ وشوي هيك عاملك عصبي وانفعالي. هلأ حتزيد العصبية والانفعالات، ولكن خليني أقول حيزيد الإصرار، العزم، المثابرة، بحثك عن الاستقرار رح يكون كتير مهم بالمرحلة القادمة. حتكون حازم بقراراتك، حاسم بس درسها بشكل منيح. وصحيا ما رح يكون في متاعب صحية، ولكن بدك تنتبه من الأشياء المفاجئة،
يعني وضع مفاجئ، مثلا لا سمح الله موضوع له علاقة بسيارة، بطرقات، بحركة غلط بجسمك مثلا ممكن هيك تزعجك، بس مو المرض المستمر، يعني مو هيك. الحروق مثلا، انتبه انت والاشياء الحادة، السكاكين مثلا، خاصة ستات البيوت اللي بيشتغلوا بالمطبخ، شوي انتبهوا من هاي القصة، انتوا عم تفرموا شي يعني انتبهوا. فيعني هاي القصص بس المريخ طبعا كتير يعني بيخليك تشوف الامور كتير بوضوح اكتر. البعض من مواليد الثورة اللي كانوا ما بين مد وجزر بعلاقات معينة بحياتهم ممكن يروحوا لانفصال بهالمرحلة. نروح لمولود الجوزاء. صباحو، اليوم مولود الجوزاء نشيط جدا، العلاقات الشخصية مثار لا اهتمامك، عم بتلاحق أمورك بذكاء بمهارة، متفائل، عم تعيد هيك تواصلك مع الآخرين الإيجابي بشكل جيد، حواراتك اليوم، نقاشاتك، تنقلاتك كتيرة، حكيك كتير، اتصالاتك اليوم في هيك كله للإكستريم، يعني في هيك ضغط عند مولود الجوزاء، ولكن ضغط محبب وبتوصل لنتائج مرضية اليوم. هلأ البعض من مواليد الجوزاء بهذا اليوم ممكن يكون عندهم تنقلات أو سفريات سريعة ما لنا فيها، بس هلأ بقى المريخ هون مشكلته. هلأ بالنسبة لك الكواكب كلها عندك مولود الجوزاء، بس المريخ بوصوله للثور شوي شوي يعني بيعمل لك هيك حالة نفسية ببعض الفترات ما كتير مريحة الحقيقة، وشوي بدك تهتم كمان بوضع الصحة بهي الفترة. مولود الجوزاء ما في شيء أبدا يدعو للقلق لأنه كوكب الحظ عندك، بس المريخ يعني بيناغشك صحيا بشوي ببعض الأوقات، بس بدون ما تحس بتصير قليل الصبر. انتبه من هاي القصة، انت اصلا قليل الصبر، وبيزيد قلة صبرك بتزيد، عصبيتك بتزيد بهذا الوقت. انتبه من قرارات متسرعة او مرتجلة، وفي شوية مصاريف يعني بهاي الفترة ممكن العلاقة بامور صحية. نروح لمولود السرطان. أولا المريخ هو كوكبك المهني، مولود السرطان، انتبه من أخطاء بالعمل، انتبه من وعود واندفاعات وتسرع بقبول بعض الشروط بالعمل أو ترك عمل مثلا، أو يعني أي أمر متعلق بشؤون مهنتك بدك تركز عليه كتير، وبدك تحاول ما تكون اندفاعي بهاي المرحلة. أيضا علاقات الصداقة بدك تكون مهتم فيها، لأنه دخول السريع بعلاقات جديدة ممكن ما يكون بصالحك، رغم أنه هالفترة السرطان عم بيوسع علاقاته، وممكن تكون حتى علاقاته عم تاخد يعني بعد جغرافي، يعني عم يكون عنده معارف كتير يمكن حتى بعيدين عنه، ممكن عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق سفر، بس بدك تنتبه يعني ما تعطي ثقتك بسرعة، وبدك تنتبه لعلاقة معينة بحياتك ممكن مع صديق تكون يكون فيه سوء تفاهم. انتبه لأنه المريخ مؤثر على علاقات صداقة، وممكن أنه يعمل لك تجربة مع أحد الأصدقاء. أما اليوم فمولود السرطان شوي مهتم بأموره المالية، في التزامات لازم يسددها، خليك حكيم، في نفقات حاول أنك ما تبالغ فيها. وصباحه لمولود الأسد يلي اليوم الحقيقة مولود الأسد مسيطر، اليوم القمر موجود عندك، عم تشع جاذبية، مستفيد من وجوده أكيد، عم بيزودك هيك بطاقة، عندك قدرة على التواصل حلوة، عم بتخطط لأمور أنت ناوي تعملها، في مرحلة بدك تعبر باتجاهها مولود الأسد، خطوة معينة بدك تباشر فيها، ما بعرف، بس في هدف عند مولود الأسد عم بيسعاله بهذا الوقت بتركيز كتير كبير. هلأ بالنسبة لك مريخ بهذا الموقع، يعني صراحة موقع حساس شوي، أول شيء صحيا بدك تهتم بنفسك وتنتبه من التسرع،
أي نوع من أنواع التسرع أو الإهمال الصحي. هدول الاثنين بدك تحطهم بعين الاعتبار، وبدك تنتبه إنه بهي الفترة قدم أفضل ما عندك، لأنه الحقيقة الأضواء مسلط عليك. يعني مولود الأسد إذا بتغلط غلطة، يعني كنت يمكن تغلط أكتر منها بالحالة العادية وما حدا ينتبه ولا حدا يركز عليها، هلا أقل هفوة بالكلام بالتصرف رح تكون على مرأة الجميع. فانتبه من أنك تزج نفسك بورطة بمواقف محرجة، علاقتك مع الناس اللي حواليك ما يكون فيها تحديات خاصة بالعمل، رؤسائك بالعمل، زملائك، السلطات بحياتك لا تتحدى، أهلك، حاول أنه كتير تكون معتدل بهذا الوقت. العذراء اليوم ما نوراي، اليوم هيك كان مولود العذراء فيني قله عم بيمر بحالة هيك فيها شوي تراجع وتقلبات بالمزاج، يمكن اليوم محتاج حدا يدعمك يساندك، معلش دور على أصدقائك ولا تدخل قيل وقال مثل ما بيقولوا. هلأ بالنسبة لك مولود العذراء، المريخ بموقع مناسب بيحكي عن طاقة سفر قوية بهذا الوقت. بالنسبة لمواليد العذراء الراغبين، الأمور الدراسية هلأ اللي عم بيقدموا هلأ الحمد لله يلا خلص الفحص، الحمد لله خلصنا، لأنه ممكن يكون في أخطاء عند مواليد العذراء، تسرع بالإجابات بالامتحانات، تسرع بالاختيارات الدراسية، مواضيع السفر إذا يعني عم تشتغل عليها انتبه لأوراقك، انتبه ما يكون في أخطاء بالمواعيد، يعني بس انتبه على هاي القصة، تأكد من كل شيء حتى بالبدايات الجديدة ما يكون في اندفاعات، سواء كنت رايح مقبل على علاقة، على عمل، سفر، تأكد من كل شيء قبل ما تخطو. مولود الميزان، اليوم أمورك جيدة، علاقاتك الاجتماعية جيدة، أوقات حلوة عم تقضيها، صداقات، أماكن يمكن تزورها اليوم، الحظوظ فيها نجاح ودعم وفي تحسين بالعلاقات إجمالا. اليوم البعض عندهم فرص سفر، أخبار جيدة، لقاءات بعد غياب، كله ممكن، ممكن صداقات عم تلعب دور مهم اليوم بحياتك. المريخ بهذا الموقع شوي بده يحذر مواليد الميزان من العلاقات العاطفية. المريخ هو كوكب حب بالنسبة لك، وموجود بمكان ممكن خليني أقول العلاقة الرسمية، يعني إذا في انفصالات عن علاقات رسمية، إذا في يعني هاي الوقت ممكن يكون يعني بتتحرك هاي القصص، حتى مواضيع الأموال بدك تنتبه يضيع منك شيء مولود الميزان بهالمرحلة، يضيع مال، يتنغش بشي شغلة، يصير هيك عملية احتيال معينة مثلا، تنسى حسبة معينة خاصة بالأمور المتعلقة بينك وبين الآخرين، الأمور المالية المشتركة. كتير ممكن يكون مواليد الميزان عندهم حقوق قانونية ممكن مع شراكات، مع شريك، هاي الفترة تثار وبينحكى فيها كتير، بس بدك تنتبه على هاي القصة. وأيضا الأمور الصحية كانت متعبة، بس هلأ ممكن مولود الميزان يدخل علاجات التعبانين طبعا، بس يعني انتبه حتى لتفاصيل علاجك أو تعليمات الطبيب، حاول أنه ما تستهتر فيها. نقول صباح الخير لمولود العقرب يلي اليوم تحت الضغط. مولود العقرب شوي عنده ضيق وعنده ردات فعل عم تأثر على طبيعة علاقاتك مع الآخرين، شوي مرتبك اليوم بمشاكل بمصاريف طارئة، عالج مشاكلك اليوم بهدوء وبدون حساسية مولود العقرب، وحاول تكون قد المسؤولية، يعني انت دائما قد المسؤولية، بس اليوم ممكن هيك أي غلطة تصير يعني يكون في تركيز عليها من الآخرين. هلأ المريخ هون بقى بالنسبة لك، يعني أنا ما بشوفه بموقع جيد أبداً، كتير بده ينتبهوا مواليد العقرب من الدخول بالتزامات وارتباطات بطريقة متسرعة، أو بترك التزامات وارتباطات بطريقة متسرعة، سواء كان زواج، سواء كان خطبة، سواء كان علاقة، عمل، يعني أي نوع من أنواع الشراكات بحياتك بدك تكون كتير حريص عليه بهاي الفترة، وبدك تنتبه
ما تبالغ يعني ما تبالغ بتقدير الأمور، ما تحط سقف توقعات عالي، خليك ضمن الاعتدال بكل شيء. وبدك تهتم لنا شوي بصحتك بقى، هلأ كتير بدك تهتم بصحتك أو بصحة الشريك. ننتقل من بعد مولود العقرب لا مولود القوس. صباحه طبعا يوم من الأيام الحلوة لمولود القوس، بالتأكيد يوم مناسب لتعيد توطيد العلاقات وتدعمها بكثير من المحبة. اليوم عندك مواقف عموما إيجابية، أسلوبك ملفت بالتصرف بالكلام، عم تأمن مصالحك، عم تلاقي من المحيط ما تحبه يعني من التجاوب والمساعدة. اليوم تأثيرك على الآخرين قوي، عم تفعل قدرات، يعني يوم إجمالا جيد لأي أمر. هلأ وصول المريخ بالنسبة لك لهذا الموقع مولود القوس، يعني بدي شوي هيك الأمور المهنية نركز عليها والأمور الصحية، هدول الاثنين بدنا كتير نركز عليهم بهذا الوقت، يعني لأنه بصير عندك وتيرة عمل سريعة كتير، وبالتالي ممكن كتير يكون فيها فوات أو تسرع باتخاذ القرارات العملية أو بتقديم يعني أنت أدائك بالعمل. يعني انتبه، يكون احرص على التفاصيل بهذا الوقت. وأمورك الصحية يعني كمان فكر برياضة، فكر بدايت، برجيم مثلا، بزيارة طبيب إذا كنت محتاج، هاي فترة متطلبة شوي. مولود الجدي يوم جيد بالنسبة لك، يوم أريح من يومين فاتوا. اليوم هيك في مصالحات، في تهدئة أوضاع، في مساعدات متبادلة بينك وبين المحيط، ويمكن يكون في بعض القرارات المالية. مولود الجدي عم يناقش بعض التفاصيل المالية مع الشريك، ممكن مع الطرف الآخر بحياته، سواء كان لالتزامات سواء لدعم، في تعويضات ممكن تكون بهي الفترة. المهم انه اليوم ما في ازعاجات، طالما الامور يعني ما فيها مواقف صلبة وعنيدة، جيد وضعك اليوم. هلأ بالنسبة لك المريخ كتير بموقع حساس، تعرف بيصير عند مواليد الجدي، طبعا هو موقع حلو بالنسبة لكم، ولكن يلي بيصير انه من كتر الضغط يلي هنن واقعين فيه كانوا بالشغل، وبالهي بيصيروا بدهم يتسلوا، بيصيروا بدهم المتعة أكثر، بيطلبوا المتعة أكثر بالفترة القادمة. طبعا المتعة تتطلب انفاق، دير بالك مولود الجدي، يعني بيصير عندك رغبة بالروحات، بالجيات، بالسفر، بهالقصص، هذا كله طبعا بدك تكسر روتينك، بتحس انه انت، فبتاخد قرارات سريعة، بدك تروح ما بتفكر، خلص بدي روح لهون، بدي سافر لهون، بدي اعمل هيك، بدي ساوي هيك. فهي القصص شوي بدها هيك تنظيم شوي، في تجديد بالمرحلة، وفي عواطف أيضا متجددة. يرغب مولود الجدي بالحب بهذا الوقت، وخاصة الخاليين ممكن كتير تدخلوا علاقات عاطفية حتى لو كانت متسرعة على غير عادتكم مواليد الجدي. نروح لمولود الدلو. مولود الدلو اليوم من الأيام الحلوة، يعني الله يا مانا حلوة كتير، لا بأس فيها خليني أقول، بس مهم أنت هدي شوي، هدي يعني، لا يعني حاول أنه هيك اليوم شو ما سمعت، شو ما صار جدالات، تجنب الجدالات والنقاشات اليوم. ممكن اليوم يكون في هيك مواضيع تتأخر، مواضيع أنت معول عليها تحسها ما عم تزبط بالطريقة اللي أنت بدك إياها، بس مواليد الدلو عندهم بدايات جديدة على فكرة، هذا وقت للبدايات الجديدة عند مواليد الدلو، ممكن تكون على المستوى المهني أو ربما على المستوى العاطفي، بس أهم شيء أنه ما تصعد أي مشاكل اليوم سببه هذا التوتر يلي حاسس فيه، خاصة انه المريخ بهذا الموقع ممكن يثير عند مواليد الدلو بعض المشاكل العائلية، بدك تنتبه شوي. مشاكل زوجية عائلية مع الأولاد بالنسبة للمرتبطين، في البعض ممكن إذا احتدت القصص بهي الفترة وأصلا كانت العلاقات
يعني مهتزة ما أنا مستقرة، ممكن توصل لانفصالات. فانتبهوا إذا أنتم ما بدكم في تغيير، ما بده يطرأ على مواليد الدلو تغيير إقامة، منزل، سيارة، يعني هي القصص المتعلقة بشؤونه العائلية الشخصية بده ينتبه. أهم شيء أهم شيء ما يكون في أخذ وعطاء، لأنه المشاكل بتكتر بهي الفترة عموما عند مواليد الدلو. إضافة أنه الأمور الصحية بدك تنتبه لها كتير بهي المرحلة، سواء أنت سواء أحد أفراد العائلة، يعني ممكن تنشغل بوضع صحي ببعض الفترات. ننتقل لمولود الحوت، آخر المواليد اليوم الحوت. كتير من المهم تعتمد برنامج محدد منظم تلتزم فيه، مشاغلك كتير، المطالب بزديادة عليك، أنت اليوم هيك مقيد ببعض التفاصيل وما كتير حابب أنه يعني ما كتير عندك رغبة بالمسابرة. الحقيقة بدك تنتبه شوي مولود الحوت اليوم، يمكن عم بتناقش بعض التفاصيل المهنية، خاصة أنه مواليد الحوت معرضين بهي الفترة لتغيير عمل، لانتقال لعمل جديد. حاول اليوم تنظم طاقتك على خير ما يرام، وانتبه من أي ردات فعل يعني ما كتير تكون مزبوطة. هلأ بالنسبة لك المريخ بانتقاله لهذا الموقع، شوف مولود الحوت، أولا المريخ هو كوكب مال بالنسبة لك، يعني ممكن بالفترة الماضية ازدادت مصاريفك بشكل فوضوي كتير وبشكل شوي عشوائي. هلأ وصول المريخ للثور بدك تنتبه كمان من القرارات المالية الاستثمارية، التجار تحديدا يا جماعة يلي بيمتهنوا التجارة، يلي عندهم بيع، عملية بيع، عملية شراء، هاي كلها كتير كنت تنتبهوا له بهذا الوقت. توقيع العقود بتكون تنتبهوا له، طريقة تواصلكم مع الآخرين بتكون تنتبهوا له، لأنه ممكن يكون فيها شوي هيك من سوء التفاهم. يلي عنده شغل على السوشيال ميديا كمان بده ينتبه على صفحاته، شو عم يكتب، شو عم يعلق، شو عم يعمل، يعني ممكن تصير بعض الأخطاء على هذا الصعيد، لأنه في كتير هالفترة غرباء ممكن يدخلوا حياتك مولود الحوت، أو تدخل على وسط مهني جديد أو وسط اجتماعي جديد. فيعني بدك تكون حذر كتير بتعاملاتك حتى مع العائلة إذا أنت بصدد تغيير إقامة أو عقار. يسعد لي وقتكم جميعا، أخبارنا لليوم انتهيت، واليوم كان موضوعنا عن دخول المريخ برج الثور الترابي وبقائه تقريبا لنهاية الشهر القادم. رح يبقى أكثر من 50 يوم، فترة يعني مانا قليلة أبدا، يلي بدون يكونوا منتبهين كتير صحيا. هن مواليد العقرب، مواليد الدلو، مواليد الأسد، وأيضا مواليد الجوزاء، لأنه في بعض التقلبات الصحية ممكن بالفترة القادمة. عودة لكم مستمعينا.